يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السؤال عن كيفية الصفة لمعرفة عقيدة الرجل ولاختباره مثلا؟ لا، ما يسأل عن الكيفية أبدا، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، يسأل عن المعنى، ما معنى استوى، ولا يسأل كل واحد، يسأل المتعلم، يسأل المتعلم اللي عنده علم. أما العامي تفاجئه وتسأله عن شيء ما يعرفه فلا يجوز، لأنه ربما يجيب بجواب لا يليق بالله عز وجل. فلا تسأل إلا واحد متعلم وفاهم. نعم.